والمطالب بتاع البلاد اللي عندنا الكل. مطالبنا واضحه معناها وكنا ارسلناها للوالي واللي هي تتمثل في تغيير قنوات الاوناس وتغيير قنوات السونات المتهالكه منذ 34 سنه واقامه مصب نهائي للقريه شرقا وغربا لانها كانت متكدسه بالاوساخ معناتها. ومطلب اخر اللي هو التعجيل بالكشف على الحمى الديفية قبل ما يفوت الأوان، معناها الوالي كان وعدنا بإقامة تحاليل للمرضى وعائلات المرضى ولكن ما لنا شيء من الشيء هذا. وعندنا مشاكل في تعبيد الطرقات، الطريق الرئيسي المؤدي إلى القرية أيضا متهالك وقنوات الناس معناها فيها أشغال لحد الآن مفتوحة عندها سنوات، لذلك نطلب الكثير، نطلب التعجيل من السلطات المعنية لأن احنا فدينا من السلطات الجهوية ووقودها الزائفة. نحب ننقلوا المطالب نتاعنا مباشرة إلى رئيس الجمهورية إلى الوزراء المسؤولين. نحب ورانا حلول جذرية ونهائية ولن نتوانى أيضا على أي تصعيد آخر لأن هذه القرية خلاص لم تعد تتحمل هذا الوضع المأساوي. وشكرا.